لا الأجهزة بتكلم بعضها. إيه معنى كلمة إن الأجهزة بتكلم بعضها؟ يعني ده بيبعت داتا وبيسحب داتا. لغاية دلوقتي في مشكلة؟ زي الفل. طيب المشكلة بقى بتحصل فين؟ بتسحب داتا وتاخد داتا يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بكونكت على الجهاز اللي هناك دوت بخدمة التيرمينال سيرفيس. إيه دي؟ الريموت ديسكتوب. فبيفتح لي الديسكتوب بتاعه، فبسحب منه وباخد، وكل ده اوفر الايه؟ النتورك. في كل ديت باكيتات واشارات رايحه له وجايه له. واحد تاني بيخش ياخد فولدر، واحد تاني بيخش ياخد ببعت مسج لفلان، فلان بعت لي فايل معين. كل الكلام ده كونكشنز كده شغاله اوفر الايه؟ اوفر النتورك. في حاجه اسمها تلنت. ايه التلنت ده؟ التلنت اخترع اصلا عشان خاطر سيسكو. يعني ايه سيسكو؟ رواتر سيسكو، سويتشات سيسكو هتكونفيجر الشغل بتاعها ازاي؟ هتظبط الكونفيجريشن بتاعتها ازاي؟ اللي عنده ندوس او شاشة طيب الدروس منين يعني؟ فين الشاشة بتاعته؟ مش عارف يبقى سؤال واصل ليه. بالجهاز كونسول كده، حاجة اسمها كونسول تمام؟ الرول اوفر بيبقى واصل بالجهاز وبتكونكت عليه تيرمينال، حاجة اسمها تلنت. حلو كده؟ يعني بتفتح السلم دي كده اهو واقول له تلنت، واقوم مديله ايه؟ كونفيج. الاي بي بتاع الراوتر واكونكت عليه، واعمل بقى الكونفيجريشن بتاعتي براحتي. اسمه ايه؟ تيل تلنت. نت. كويس كده؟ طيب احنا عندنا برضه التلنت هنا في مايكروسوفت برضه جابوها وحطوها كسيرفيس كده، تقدر تتلنت من جهاز لجهاز. يعني ايه؟ يعني انا عايز افتح السي ام دي بتاعت الدومين كنترولر بس من عند اي تي داش علي، اقدر اعملها. يعني اقدر اجي من هنا كده واقول له تيل نت مسافه 192.168.1 200 واروح يقول لي ما عنديش حاجه اسمها تيل نت، ما هي اصلا لسه ما اتعملهاش انستليشن، بس هي كسيرفيس موجوده شغاله دلوقتي. حالا هنجرب التيل نت ديت كونكشن كونكت بيها او سيرفيس بتكونكت بيها من ماشين على ماشين تانية، وبتاخد وتدي برضه في المعلومات. ممكن وانا عامل تلنت اقول له نت مسافه يوزر يجيب لي كل اليوزرز اللي موجودين عنده. ممكن اقول له نت مسافه شير يجيب لي كل الشير اللي موجود على الجهاز. كويس كده؟ طيب الكلام ده كله اوفر النتورك اللي عندك. طب ايه رايك لو واحد قاعد بقى على النتورك كده ومصر في السويتش وعمال يسحب باكت يسحب الباكت يسحب الباكت يسحب الباكت ويفتح وبيقرا؟ شغل هاكينج بقى. كويس. فالراجل ده اصبحت الداتا بتاعتنا اللي حتى بنتبادلها عبر الانترنت النتورك بتاعتنا. تمام، مفتوحه له. مفتوحه له. يلا نسكيور الكلام ده. قال لك ماشي. من ضمن انواع السكيورتي بروتوكول اسمه اي بي سيك. بروتوكول اسمه اي بي سيك. اي بي سيكيورتي. البروتوكول ده بقى بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، الراجل اللي بيلعب وبيسحب الداتا ويقرا اللي فيها، والداتا لو مشفره الراجل ده هو يقدر بعض الادوات يفك الشفره بتاعته ويديكريبت بعض الملفات. كويس. لو عنده تول اللي تقدر تمكنه انه يعمل حاجه زي كده، بيقدر يعمل الكلام ده لان الداتا تبقى مبعوثه في باكت ومقفول عليها بهيدر كده. تمام. فاللي عايز يدخل لها بيدخل لها، يلاقيها متشفره يقدر يلعب فيها ايه؟ كشفره. الاي بي سيك بقى بروتوكول عمل اختراع جديد خالص، الا وهو ان الاي بي سيك بيقوم يشفر الهيدر نفسه بحيث ما يقدرش ان هو يخترق. فالمعلم اللي هياخد الباكت مش هيقدر يفتحها. كويس. ماشي. مين اللي يفتح الهيدر؟ الاثنين اللي عندهم الاي بي سيك. بالظبط كده. تمام كده. الاي بي سيك عايز تعمله ايه؟ الاي بي سيك ليه ثلاثة مود. المود الاولاني اللي فيه اسمه ريسبونس او بيسموه بيرمت. المود الثاني اسمه ريكويست. المود الثالث اسمه ريكواير. وليه مود رابع الصراحه هنا في 2008 اسمه بلوك.
تلنت بتشغله حضرتك على جهاز من الاجهزه اللي في الشركه، وليكن الجهاز حساس وليكن الدي سي، فانا عايز اي تعامل مع الدي سي يكون ايه؟ سكيور. فانا عايز الناس اللي تكلمني تكلمني عن طريق الاي بي سيك. هنسى الناس وهاجي على الدي سي نفسه وهبدا اكونفيجر عليه بروتوكول الايه؟ الاي بي سيك. الاي بي سيك، الاي بي سيك لما بتيجي تعمل له كونفيجريشن بتعملها له ازاي بقى؟ اول حاجه بتعملها له بتعمل حاجه اسمها بوليسي. جوه البوليسي بيدخلك في شاشه جواها انك تعمل حاجه اسمها رول. جوه الرول بتعمل حاجه اسمها فلتر، وجوه الفلتر بتحدد الاكشن. ايه الكلام ده؟ البوليسي بيسالك شويه حاجات تخص البوليسي اللي انت بتعملها دي، الديسكربشن بتاعها اسمها ايه مش عارف. الرول بيسالك شويه حاجات تخص الرول دي، هتشغلها امتى؟ لما يبقى الناس جايين لك في بي ان، ولا يبقى الناس جايين لك لان لوكال اريا نتورك داخليه تبقى لك ولا ايه؟ فلتر بيبدا يسالك يقول لك انت عايز تفلتر بروتوكول ايه بالظبط؟ لما يبقى طالع منين؟ ولا لما يبقى جاي لك على بورت كام؟ التفاصيل بتاعه الكونكشن اللي انت عايز تسكيورها. كويس؟ فانت لو عايز سكيور حاجه محدده هديله تفاصيلها. يعني عايز سكيور التلنت، التلنت بيستخدم بروتوكول في النقل اسمه تي سي بي، وبيدخل من بورت 23. فلما انا اقول له سكيور الكونكشن اللي بتيجي بالتي سي بي على بورت 23، يبقى انا بكلمه على مين؟ على حد، على التلنت. على التلنت ده ممكن اقول له براحتك ايه؟ اه التلنت البورت بتاعه 23، الاتش تي تي بي البورت بتاعه 80، الدي ان اس 53 تقريبا. اه 53. يعني كل 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 سيرفيس عندك ليها ايه؟ بورت بتشتغل من خلاله. السكيورتي الاتش تي بي اس ده على مستوى ايه يا باشمهندس؟ على مستوى الويندوز. البورت 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 ده بيبقى في بص يا معلم، البورت ده في فاير وول. فاكر لما كنا بنقول فاير وول بيقوم قافل البورتات بتاعه الويندوز؟ ايوه ماشي. ويفتح البورتات اللي انت عايزها بس. أيوة. بالظبط. وكنا قلنا هنا بالمره اهو، لو رجعنا ورا خطوه كده بس تمام، هتلاقينا قلنا ان لا مش هنا، هنا هتلاقينا قلنا ان انت عندك في الويندوز بتاعك فين الكلمه دي، في هاردوير وفي سوفت وير، وشفت انت القاعده بتاعت الفايروول تمام. وقلنا بقى ان المعلم بيجي على ايه؟ بيقفل بورتات الايه؟ بورت. ما قلناش الحته دي ولا ايه؟ ممكن نكون قلناها هنا. الفايروول طب عامه الفايروول بيقوم جاي مقفل بورتات الايه؟ الويندوز. الويندوز عنده 65535 بورت. الويندوز ليه 65535 ايه؟ بورت. فيهم 1024 محجوزين لبروتوكولز معينه. تمام. اتش تي بي ليه بورت محدد. تمام. كشوف صغير يا باشمهندس البورت ده. ماشي. حاجه لوجيكال. لوجيكال ماشي. كويس كده؟ دي ان اس ليه بورت، الاتش تي بي ليه بورت، الاي سي ام بي البنج ليه بورت، التلنت ليه بورت. كل سيرفيس لها بورت بتخش منها تمام. فوق ال 1024 التعامل بقى العادي، انت طالع تجيب اي حاجه بتطلع من اي بورت، جايب اي بورت فوق ال 1024. حلو الكلام كده؟ طيب فانا ممكن احدد له بروتوكول واحدد له بورت، يبقى انا بتكلم عن سيرفيس معين. معايا ولا لا؟ مع سعادتك. طيب ممكن ما احددش، يعني ممكن اقول له ايه؟ بص انا عايزك تكسكيور اني بروتوكول فروم اني بورت تو اني بورت، يبقى اي حد جاي لي هنا انا بسكيور المساله. جاي لي بقى ريموت ديسكتوب، جاي لي تيلنت، جاي لي بياخد شد فضل، جاي لي اي حاجه. حلو؟ اديك واجب تبقى تجيبه المره الجايه على جنب اهو خلاص اهوت تمام. انا عايزك تجيب لي البروتوكول اللي بيستخدم في عمليه الشيرنج. اخدنا شير مش وقت. طيب فكرنا اسالك سؤال،
حلو كده. طيب الفلتر بحدد فيه الايه تفاصيل، هتفلتر ماشي ايه بالظبط، ماشي. تخش جوه الفلتر تحدد الاكشن. الفعل بقى الفلتر ده بقى الاكشن بتاعه ايه؟ الاكشن بتاعته اللي هي المود اللي انا قلتها لك، عندنا اكشن بيقول ريسبونس، عندنا اكشن بيقول ريكويست، عندنا اكشن بيقول ريكواير، عندنا اكشن بيقول بلوك. ناخد السهل، البلوك يعني ايه؟ اقفل بمعنى ايه؟ مش موجود يعني اللي هيجي لي تي سي بي على بورت 23 يبقى جاي لي بالتلنت، التلنت بالنسبه لي مقفول. بلوك. ده انا سكيور، ماليش دعوه، ماليش دعوه اللي جاي لي ده هو مشغل اي بي سك وعامل سكيور للكونكشن بتاعته ولا مش عامل، ما تفرقش معايا. انا قايل بلوك. طيب الاكشن الثاني ان انا اعمل ريسبونس اللي هي بيرمت. يعني ايه ريسبونس؟ يعني استجابه او سماح. معناها ايه؟ مفتوحة مفتوحه، مفتوحة يعني اللي يجي لي بالتلنت تي سي بي 23 جاي لي داخل اهلا وسهلا، يعني ولا كانك عامل السكيو طيب تاني، تاني يعني انا مشغل اي بي سك بس الاي بي سك بيسمح مش يتعامل مع اي حد. كأني مش مشغل اه التاني اسمه ريكوست، على حسب الطلب بقى. اه الريكوست ده، الريكوست معناها ايه؟ معناها ان هو بينيجوشيت اللي جاي يكلمه حوار ويساله هل انت عندك اي بي سك متفعل وشغال؟ اه عندي اي بي سك متفعل وشغال، يقوم مكلمه بيه. يبقى في اولويه للي مشغل ايه؟ اي بي سك. طيب لو الراجل انا سالته وقلت له انت مشغل اي بي سك؟ قال لي لا. حلو الكلام؟ هتكلم برضه معاه. طب ما انا كده مش الله شغال. الله، ايوه بس انا بدي اولويه للايه؟ الاي بي سك. يبقى اللي مشغل اي بي سك هتكلم معاه واسمح له، بس واللي مش مشغله هسمح له. حلو الكلام؟ لا ده انا مش عايز الا اللي مشغل اي بي سك بس، يبقى ريكواير مطلوب. مطلوب ريكوست طلب، ريكواير خلاص لازم ماست. مشغل اي بي سك وجاي اهلا بيك، مش مشغل اي بي سك مش اهلا. ليه بقى؟ اللي مش مشغل اي بي سك الراجل ده هو دائما اللي هو اللي انت هتشغل اللي هو الدي سي اللي انت هتشغل الاي بي سك. لما تقول له ريكواير، الريكواير دائما بيرد بالاي بي سك، بيرد متشفر. فلما ابقى انت ما عندكش الاي بي سك وانا هبعت لك الهيدر مقفول، هتفتحه بايه؟ ما تفتحوش. مش تفهمني؟ حلو. انما انا لما ابقى مشغل الريكوست هبعت لك هيدر مقفول لو انت شغل اي بي سك اي حاجه بقى، ولو مشغل اي بي مش مشغل اي بي سك هبعت لك برضه مش انسكيور. تمام، تيجي نجرب. اولا عشان نجرب تعالى نجيب الايه حته التلنت ديت ونجربها لانها ظريفه. التلنت في الاكس بي وسيرفر 2003 كانت موجوده از سيرفيس، لما تخش على مانج كده حلو الكلام، والكلام جميل. وهنا على السيرفر برضه هنخش على السيرفيس برضه اهي، ده على السيفن اهو سيرفيس، وكنت اجي هنا واقول له تلنت كنت الاقيها، بس انا هنا مش هلاقيها. ليه؟ مش ليه هي موجوده بس بلت ان، بلت ان. لو رحت على بروجرامز اند فيتشرز، اه سيفن متطلب بروجرامز فيتشرز، اقول له انا عايز اشغل فيتشر موجوده في الويندوز، يجيب لي كل الفيتشرز اللي شغاله واللي مش شغاله، اللي شغاله ممكن احذفها. يعني ممكن اقول له يا عم الجهاز انا مش محتاج اعرف، مش محتاج انترنت اكسبلور 8، مش محتاج ميديا فيتشرز، مش محتاج دوت نت، مش محتاج مش محتاج مش محتاج، انا محتاج التلنت اللي هيكونكت ولا اللي هيستقبل. يا عم نزل الاثنين، هيبدا ينزلوك. وهنا وهنا برضو على السيرفر 2008 موجود، بس فين برضو فيتشرز لازم اعمل له تيرن اون في الفيتشرز. هنا هاجي هنا واقول له بقول لك ايه، انا عايز اضيف فيتشر من ضمن الفيتشرز اللي عندك. ده اول مره على فكره فيتشر لوحده. اه اهو محتاج ان انا اضيف الفيتشر اللي اسمها تلنت. حلو كده، واقول له نيكست، هقوله انستول.
الأخبار هنا several minutes maybe حلو. هدخل بقى على السيرفيس بتاعتي ريفرش كده. التلنت جات بس ايه هشغلها، هعملها اوتوماتيك ابلاي واقول له ستارت. مش هنجمنا هنا الناس دول لسه يا رب. ايه يا عم خلصنا، لسه محتاج اعمل لها ايه؟ ستارت انيبل وستارت ستارت. هنيئا مريئا. طيب هقول له تلنت، هقول له انيبل. لا ما عملناش ستارت بتاع، كان نجرب حاجه صغيره. ان انا كنت هنا قلت له نت مسافه ستارت مسافه تل على ستارت المفروض بقى ما ستارت ده نت ستارت ونت ستوب شغال وقفل. طيب ده من كونفجريشن من السي ام دي. حلو تعالى بقى هنا خلاص خلصنا، وتعالى نقول له هنا ايه تل نت على 1200. يقول لي ابعت اليوزر الباسورد بتوعك. محدش مسموح له يتل نت الا مين؟ الدومين ادمن بتاعك، الادمنستريتورز اللي عندك. حلو انت دلوقتي داخل بيه، ابعت لك اليوزر الباسورد بتاعه اقول له اه. لو كنت داخل بواحد غيره كنت هقول له لا، فكان يقول لي دخل لي اليوزر نيم والباسورد اللي هتدخل. حلو كده. انا حاليا واقف فين؟ انت هناك في يعني لو قلت نت مسافه يوزر هيجيب لي مين؟ علي اللي المفروض ان انا ده اللي هم هناك. لا هيجيب لك اليوزرز اللي هناك. ماشي ماشي ماشي. لو قلت له نت مسافه شير يجيب لك المتشاير هناك سيزفول اهوت مش عارف ايه دبليو سوس بتاعنا تيمبا اهوت دبليو سوس كونتنت على السيرفر. ما انا دلوقتي واقف على السيرفر. طيب اي يعني قلت له دلوقتي الشط داون مسافه داش ريستارت مسافه داش تي بعد وقت كام؟ بعد دقيقه ونص. طبقت ولا لا؟ اهو حلو. هاجي هنا هقول نفس الحوار ده داش ابورت اجهض العملية. كنسل خلاص. يبقى انا هنا واقف فين؟ انا هنا واقف في الدي سي اكزت. قفلت انا الايه؟ التلنت. يلا سيل استمس على الشاشة. تعالى بقى احنا عايزين التلنت ديت نسكيور الكونكشن بتاعتها. ماشي هقوم جاي على الجهاز بتاعي مايكروسوفت مانجمنت كونسول اد ريموف سناب ان، واجي هنا هقول انا عايز اكونفيجر الاي بي سيك مونيتور ولا مانجمنت. مونيتور ولا رايب ولا مانجمنت. عايز اي بي سك على الجهاز ده ولا تنزل على الاكتف دايركتوري كله ولا الاكتف دايركتوري تاني ولا على جهاز تاني؟ عندي انا الجهاز ده. طيب هتخش هتلاقي مفيش اي سياسات موجوده. تيجي نعمل سياسه الدايره الاولانيه. هقول له نيكست. هتسمي السياسه ايه؟ هسميها سكيور تلنت نيكست. اكت
اكتف لك الديفولت رول، هو عامل ديفولت رول باي ديفولت ومشغلها ايه ريسبونس. ماشي عايزها؟ لا 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 نيكست فينيش، نزل لي الرول ومدخلني في الصفحه اهي، دي الديفولت رول الموجوده. هقول له انا عايز اعمل رول جديده، ويلكم تو ذا اي بي سكيورتي ايه رول الدايره الثانيه. هقول له نيكست، يقول لي طيب قول لي الكلام ده لما يبقى جاي منين، يعني انت عايز تسكيور الموضوع ده لما يبقى جاي منين، هتحدد تانل معينه، هتحدد اي بي معين ولا اي حاجه؟ المفروض اي حاجه. طيب لما يبقى جاي لك لان ولا ريموت اكسس ولا اي حاجه؟ اي حاجه. طيب دخلك من الرول على الايه، على الفلتر. على الفلتر مفيش هنا فلترز ايه اقول له ايه موجودين، هنعمل فلتر. ادي الشيء بتاعت الفلتر، هتسمي الفلتر ايه؟ هسميه سكيور برضو تل نت. هقول له اد، اهلا بيك في الاي بي فلتر ويزارد نكست. هتسميه ايه او هتوصفه باي حاجه؟ ذس فلتر تو سكيور كونكشن بين دي سي اند اي تي داش احمد او داش علي نكست. لما يبقى السورس جاي منين، يعني هتسكيور الكونكشن لما تبقى جايه منين؟ احنا واقفين فين كده؟ في الدي سي. انا واقف على الدي سي، يبقى من جاي من هيكون السؤال بقى ايه؟ هو انت عايز سكيور تحديدا من اي تي داش علي ولا من اي حد جاي بالتلنت؟ من اي حد تاني بالتلنت. صح؟ لا من اي حد جاي بالتلنت. يبقى فروم اني اي بي ادرس. كنت ممكن احدد اي بي ادرس، مش مشكله، ممكن اديله دي اتش تي بي بقى اي حد واخد منه. طيب تو مين؟ تو انا. يبقى ماي اي بي ادرس. بأني بروتوكول؟ التلنت بيطلع تي سي بي. انا ممكن اقول له اي سي ام بي، يبقى انا بتكلم على البنج. ار دي بي بتكلم على ريموت ديسكتوب. بتكلم على يو دي بي، في حاجه بتستخدم يو دي بي. فانا قلت له تي سي بي. التي سي بي احنا قلنا ان التي سي بي ببورت كام؟ 23. ماشي. تمام؟ وهيدخل لك على بورت كام؟ 23. يعني ايه؟ يعني الراجل ده هيجي منين؟ يجي من اي حته. المهم ان هو جاي يدخل لي على كام؟ بورت 23. 23 عندي بالتي سي بي، يبقى انت جاي لي بال تلنت. تلنت. نكست. فينش. اوكي. ادي الفلتر هنشغله. نكست. هتعمل فلتر اكشن؟ يلا. هتسميه ايه؟ هنعمل اول واحد ريسبونس. بيرميت ولا بلوك ولا نيجوشيت سكيورتي؟ ريسبونس؟ ريسبونس ده يعني بيسمح يبقى ما بيدورش يبقى بيرميت. نكست فينش. هنعمل واحد تاني هسميه ريكوست. هيبلوك ولا بيرمت ولا هي نوجيشيت السكيورتي؟ فين الريكوير يا باشمهندس؟ بيتقل عليا. ماشي. الريكوست بيعمل ايه؟ بيناقش السكيورتي. نيجيش. حلو. نكست. طيب لما هيناقش السكيورتي دونت الاو انسكيورد كوميونيكيشن ولا الاو انسكيورد كوميونيكيشن اف ا سكيور كونكشن كانت بي استابليشد؟ الريكوست بيعمل ايه؟ بيسمح بالانسكيورد لو الكونكشن السكيور ما قدرناش نقومها. ماشي. نكست. فينش. هسمي اللي جاي ريكواير. نكست. الريكواير بيعمل ايه؟ بيطلب ايه؟ الاي بي سيك. الاي بي سيك يكون موجود. طب لو مش موجود ما يخش. يعني معنى الكلام ده ان هو بينيجوشيت السكيورتي وما بيسمحش بالانسكيورد كوميونيكيشن. ماشي. وبتختار انت في الترافيك اي حاجه من هنا.
اي حاجه اي حاجه. متفرقش يعني الداتا will be encrypted, authenticated and modified. Data will be authenticated and modified but will not be encrypted. اه ماشي. متفرقش قوي, ده هيشفر لك الداتا, ده مش مش هيشفر هيشفر الداتا. الداتا انا كده كده كاي بي سك انا بشفر الايه, الداتا الهيدر. الهيدر 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 محدش ماشي. هيدخل, فشفر مرة فينش. هعمل واحد كمان. ايه الكمان ده؟ هيعمل بلوك. معنى كانه بيعمل بيرمنت ولا بلوك ولا نيجوشيت سكيورتي؟ بلوك. نيكست فينش. تعال نجربهم واحد واحد. بس في نقطة تعال نشوفهم كده. الريسبونس لو قلت له ايديت يقول لي ايه؟ انا بسمع. ماشي يا عم. الريكوست ايديت يقول لي والله انا بناقش السكيورتي كويس وبسمح ان انا ارد انسكيورد, لكن خلي بالك اكسبت انسكيورد كوميونيكيشن مش شغاله. يعني ايه؟ يعني هو هنا بيقول لك انا هرد ايه انسكيورد ماشي كويس ماشي. بس هل هو بيقبل الانسكيورد كوميونيكيشن؟ لا بمعنى. لا لا ما ما هو بيقبلش. انا هقول له لا تقبلها. اقبلها يبقى يقبلها ويرد انسكيورد انسكيورد ماشي, وهقول له ابلاي واقول له اوكي. دي مهمه الخطوه دي. الريكواير نيجوشيت السكيورتي. طب وبعدين بيأكسبت انسكيورد كوميونيكيشن؟ لا. بيالاو فول باك انسكيورد كوميونيكيشن لو السورس السكيور كونكشن ما قامتش؟ لا. طب البلوك بيبلوك. بيبلوك احنا هنجرب الريسبونس فينش وهقول له اوكي وهاجي على البوليس بتاعته واقول له اساين. نجم كده. تعال جرب يا عم الحاج انت التلنت كده الله يكرمك. اثر في حاجه؟ اثر زي الفل اهو. طيب اكزيت. تعال وقف بقى الكلام ده كده وخش جواها. البوليسي او الرول اللي احنا عملناها هخش على الاكشن بتاعها وبدل ما هي ريسبونس هخليها ايه؟ ريكوست. الريكوست بيجي نيجوشيت السكيورتي لكن لو ما لقاهاش بي ايه؟ بيخش بيشغلك برضو اهو. تلني طالع الفرق بينهم مش مطمئن كده. اصبر عليا. ماشي اهو حلو. الجهاز ده لو كان مشغل الاي بي سيك كان هيتكلم بيه بالريكوست, لان الريكوست يبقى اولويه للايه؟ الاي بي سيك. طيب خليني اكمل واقول لك الحالات اللي هنستخدمها فيهم. انا هخلي دي شغاله, هخليها شغاله. بص وهاجي هنا هوقف الايه المساله ديت واخش على الراجل ده واخلي الاكشن بقى ريكواير. ابلاي اوكي. ابلاي اوكي واقول له هنا اساين. الكونكشن ايه؟ وقفت خلاص. خلاص ما عادش فيه. افتحها من جديد. تعال انت النت كده. 192 168 1 200 كونكتنج. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ مفيش كونكتر. مفيش حاجه خالص. ده هنج اهو. هنج الجهاز كده. الكونكشن اخبارها ايه؟ فيلد. تمام كده؟ وطبعا لو عملتها بلوك نفس الايه؟ نفس القصه. نفس القصه. طب خليه هو بقى ريكواير كده. وتعالى نقول ان احنا عايزين الراجل ده فعلا يتكلم بالتلنت. يبقى ما قدامكش غير انك تعمل ايه بقى؟ بالاي بي سي. انك تقوم عليه الاي بي سي. ام ام سي. بنفس الطريقه واجي هنا احنا عايزين ايه؟ عايزين نمانج الاي بي سيك مانجمنت على مين؟ على اللوكال كمبيوتر. اه لو انت عايز الناس كلها اللي في الدومين كله يمانج الجهاز ده بالاي بي سيك يبقى انت هتقوم الاي بي سيك على الاكتف دايركتوري كله. وهقول له كرييت اي بي سكيورتي بوليسي نيكست. هتسميها ايه؟ هسميها سكيور تلنت. اكتب لك الديفولت. لا فينش. ات
نيكست بأي حاجة، بأي حاجة. الفلتر بتاعنا هتسميه ايه؟ هسميه تل نت، وهقول له اد اهلا بك في الفلتر، نيكست، مفيش ديسكريبشن. لما تطلع منين؟ من هنا، من عندي تروح لمين؟ لأي حد، او اكتب لي الاي بي بتاع مين؟ بتاع التل نت، بتاع الدي سي اللي انا عايز اخش عليه، صح كده؟ وهو كده كده من ضمن ان ايه؟ ان اي بي ادرس. هقول له خليها كده بأني بروتوكول تي سي بي. تي سي بي هطلع من اي بورت وهروح له هناك على كام؟ 203 ايه اسمه ايه؟ 23 23 مش 23. وهقول له نيكست، وهقول له فينش، وهقول له فينش، وهقول له نيكست. يقول لي طب اديني بقى اكشن. الاكشن بتاعي اخليه ريكوست. اكن انا اللي بمشي الاكشن هنا وهنا طبعا. وهقول له اوكي، نيجوشيت السكيورتي، وقال لو، اقول له فينش الريكوست دوت، اكسبت، ابلاي، اوكي، وهشغل ده. اعمل واحد كمان يا عم ريكوير جنبك. دونت الاو. انا شغلت الريكوست. نيكست نيكست فينش اساين. انا كده شغلت على الجهاز بتاعي اي بي سيك باكشن ايه؟ ريكوست. يعني الاي بي سيك شغال معاه ولا لا؟ شغال. ما هو الريكوست بيشتغل مع مين؟ مع الاثنين، اللي مشغل واللي كلاينت. انا واللي مش مشغل، صح كده؟ اللي مشغل اي بي سيك واللي مش مشغل اي بي سيك. ماشي. فلما اجي هنا واقول له تل على 1200 هيوصل ولا لا؟ هيوصل، لان الريكوست بيدي اولويه للاي بي سيك. اللي هناك ما يقبلش الا شغال معايا، ما انا بقى شغال في الاثنين. ولو حبيت اتلنت على واحد مش مشغل اي بي سيك هيخش برضه، انما لو خليتها ريكواير لازم الاي بي سيك، لازم اللي بخش عليه يكون مشغل اي بي سيك. يعني لو خليت دي ريكواير هيكونكت على الدي سي عادي. ما الدي سي بيقبل الايه؟ هيكونكت بس مش هيكونكت بس. لا اصبر اصبر اسمع بس. دلوقتي الدي سي مشغل ايه؟ اي بي سيك. الدي سي مشغل اي بي سيك على انهي اكشن؟ على الريكوير بالنسبه للتلنت يعني. يبقى معنى كده اي حد هيتلنت على الدي سي لابد يكون مشغل الاي بي سيك. الجهاز بتاعي انا اهو اي تي داش عالي مشغل اي بي سيك على ايه؟ على ريكوست. على ريكوست كويس كده. اللي مشغل على ريكوست ده هو بيعمل ايه؟ يكلم اللي مشغل اي بي سيك على اي مود، واللي مش مشغله كمان على اي مود. حلو. طيب الراجل ده مش مشغل اي بي سيك اكس، يقدر يتلنت على اي تي داش علي؟ يقدر، لانه شغل ايه؟ ريكوست. فبيقبل الاثنين. طيب يقدر يتلنت على؟ لا لا مش عارف. حلو الكلام. حلو. انت كده حاجه زي الفل.